اهلا بكم متابعينا الكرام، متابعين قناتنا وعاد ابو محمد عواد المري. احنا النهارده في سلسله فيديوهات عن الغله وضمامه على معدنين الجراد والكون ويمكن الحمل. النهارده حر مع عبر كلام حكيم من الحر الواحد شوية، ولكن الواحد عايز يوري حضراتكم شغل الضمامات كلها. إن شاء الله احتمال يجيكم باون جاي قريب أحاول أصوره لكم بأمر الله، لأن الضمام ده قليل لما بينزل اللعب بتاعنا هنا.